بون، السلام عليكم. بوفناج بلال، حارس مرمى، خريج مدرسة أمل سعيد الشقفي بولاية جيجل. لعبت في عدة أندية جزائرية في القسم الثاني والقسم الأول، من بينهم أولمبي المدية واتحاد الشاوية. دفاع تاجنانت، نادي بارادو، وين صعدت مع القسم من القسم الثاني المحترف للقسم الأول. دوك حاليا راني مضيت في أمل عين مليلة، عقد موسمين رسميا. إن شاء الله نكون ثم فعل خير على هذا الفريق، ونشكر الرئيس شداد والمناجر العام حسام حركات على الثقة اللي وضعوها فيا. إن شاء الله نكون عند حسن الثقة تاع الإدارة والأنصار، ونأدي موسم ثم والمطلوب مني. إن شاء الله نكون ثم يد واحدة وعائلة واحدة ثم كفريق ثم كامل كفريق محترف. إن شاء الله ثم الأنصار يعاونونا هذا الموسم ويكونوا سند وراءنا وراء الفريق ككل، وراء الإدارة واللاعبين. إن شاء الله ثم نمدوا المطلوب منا والمرجو كلاعبين، نشمخوا ثم القميص. إن شاء الله فوالا، هذه هي. دوكا أنا رسميا في فريق أمل عين مليلة، اللي فريق كبير، ويحصل لي شرف أني مضيت في هذا الفريق ومضيت عن قناعة. وثم فريق كبير وعنده تاريخ وعنده ثم لعب ديجا في القسم المحترف الاول وخرج لاعبين كبار. دوك ان شاء الله الامجاد الكره تاع عين مليلة ثم ترجع للواجهه، ولما لا ثم نأدي موسم في المستوى، ونكون عند حسن ثقه الانصار. ونزيد نشكر ثم الرئيس، ونشكر ثم المناجير العام حسام حركات، ونشكر ثم الناس اللي وضعت الثقه فيا باش جيت للفريق عين مليلة. ان شاء الله نكون فان خير، وثم نمد الاضافه المرجوه مني. فوالا، ان شاء الله. والبركه ان شاء الله. ان شاء الله.